حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد يعني ابن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث الزبيدي يقول أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال أنا أول المسلمين سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يبول أحد مستقبل القبلة فخرجت إلى الناس فأخبرتهم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد فأقيمت الصلاة فأدخلنا أيدينا في الحصى ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا سليمان بن زياد الحضرمي انه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول احدنا مستقبل القبلة. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة قال سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء يقول ما رأيت احدا كان اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هارون قال ابو عبد الرحمن وسمعت انا من هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيوة بن شريح قال اخبرني عقبة بن مسلمين عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة فوضع لنا طعام فأكلنا فأقيمت الصلاة فصلينا ولم نتوضأ. حدثنا هارون حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني حيوة عن عقبة بن مسلمين التجيبي قال سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار يوم القيامة قال عبد الله ولم يرفعه قال عبد الله وسمعته أنا من هارون. حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث الزبيدي يقول أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة قال أخبرني عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبول أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن ابي عمران وسليمان بن زياد الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد ثم اقيمت الصلاة فضربنا ايدينا في الحصى ثم قمنا فصلينا ولم نتوضأ. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلمين قال سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. حدثنا هارون حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا عمرو أن سليمان بن زياد الحضرمي حدثه
أن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي حدثه أنه مر وصاحب له بأيمن وفئة من قريش قد حلوا أزرهم فجعلوها مخاريق يجتالدون بها وهم عراة. قال عبد الله: فلما مررنا بهم قالوا إن هؤلاء قسيسون فدعوهم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، فلما أبصروه تبددوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل، وكنت أنا وراء الحجرة فسمعته يقول: سبحان الله، لا من الله استحيا ولا من رسوله استتر. وأم أيمن عنده تقول: استغفر لهم يا رسول الله. قال عبد الله: فبلأي ما استغفر لهم؟ قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلمين قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. حدثنا موسى بن داود وحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة وحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج قال: موسى في حديثه قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في النار حياة كأمثال أعناق البخت، تسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة، تسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: ما رأيت احدا اكثر تبصما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: ما رأيت احدا اكثر تبصما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك.